مبروك يا مبروك. انا مش مصدقه مبروك ان احنا اتجوزنا بجد، مش مصدقه، حاسه ان انا بحلم. اديني من البنايه عشان اصدق يا مبروك. اه ايه ده يا مبروك؟ الله، مش انت اللي قلتي؟ ايه بتعملها يا مبروك؟ اسف عليك يا مبروك، انت من كده زي القمر بجد يا مبروك. قوي قوي، تعالي تعالي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ انا نايم في سرير. احنا طبيعي نيجي هنا، انت اللي مش طبيعي جاي ليه؟ انا خفت قلت اجي انام معاك. خفت من امتى؟ قوم قوم يا رخم قوم. ما انا عايز انام معاك. يا قوم، بلاش رزاله، تعالى. هو انام معاك هنا يا اما نطلع ننام فوق. بلاش بواخه، تعالى. طيب تعالى. مبروك. إيه؟ البدايه كده ما تصرش. لا يا حبيبتي ما تخافيش، ده حدث عابر كده. هنشوف. تعالى يا زياد. زياد زياد. تعالى تعالى لو سمحت. عايز حبيبي، مش عايزك تخاف، ها؟ تبقى لذيذ كده وريلاكس ومفيش. تعال يا حبيبي تعال. يلا. زياد لو سمحت، ممكن تومي ينام معاك النهارده؟ ينام معايا انا؟ امال هينام معايا انا؟ انا بقول عليك انت العائل الكبير. طب ما ينام في اوضته يا مستر. معلش هو خايف النهارده، معلش استحمله. ايه اللي خلاه يخاف النهارده يعني؟ حظي. اعمل ايه؟ يلا يلا روح. طب اصحى حبيبي، اصحى عشان ما اصحكش. ها يلا بلل. يلا يلا مردود لك يا زياد والله. ها هلاقي مين تاني ولا هلاقي لي حد طالع لي من تحت السرير؟ لا خلاص بقى بجد. كشكش. مبروك. تشكوشه. بس يا مبروك بقى بتكسف. بقولك دور وشك عشان اقلع الفستان. ما خلاص خلاص يا بنتي. يا مبروك بقولك بتكسف. حاضر اهو. ها خلاص. استني. ايه؟ استني استني، تقلعي ازاي؟ مش هينفع تقلعي دلوقتي. ليه؟ ايه اخبار الكاميرات؟ ها حسن، ايه الشبكه السوداء اللي انا فيها دي؟ شبكه سوداء؟ بتصور شبكتي وانت خلصتي؟ لا يا حبيبتي، مش انتي مش انتي، ده انا. ايه انت ما بتردش ليه؟ مبروك، انت بتعمل ايه يا مبروك؟ تعالي هنا فكلي السوسته. يلا. لا لا، مفيش سوسته هتتفك ولا زراير، كل السوسته هتفضل مقفوله النهارده. ايه يا مبروك انت بتعمل كده ليه؟ مبروك يوم دخلتنا. دخلت مين يا اما؟ دخلت مين؟ ده دخلتنا هتبقى على الهوا. على الهوا؟ ده فيها قمر صناعية، يعني فيه بس ارضي وبس فضائي، يعني ممكن تلاقي دخلتنا على النايل سات، وممكن تلاقيها على شرايط دي في دي، وممكن تلاقيها على الانترنت، وتلاقي موقع بيقولك دخلة تشكر ومبروك دوت كوم. ايه يا حسن؟ يا حسن رد عليا. حسن مين؟ لا ما هو ده مش اسلوب، اسلوبك متغير. ده انت كنت عمال على بطال معايا، ساكت ليه؟ انت بتكلم مين يا مبروك؟ حسن. حسن مين؟ علي عفريت اسمه حسن، ارتحتي؟ يا مصرتي السودة، وما قلتليش ليه قبل الجواز ان عليك حسن؟ ما خدتش بالي. ايه يا حسن؟ ما ترد عليا. مبروك. بص يا مبروك، انا بجد كده بقيت مرعوبة وخايفة جدا. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ها؟ بص يا مبروك، انا عارفه ان انت ممكن تكون مضطرب تعبان، انا حاسه. خلاص شكلي بقى وحش، شكلي بقى وحش. صدقيني انا كويس والله، انا كويس يا دي النيل. عاجبك كده؟ خلاص خلاص يا مبروك يا حبيبي، ولا يهمك، انا هروح اغير في الحمام. كويس، حلو، الحمام كويس جدا، الحمام صوت بس. اقول لك غيري في الحمام وخليكي في الحمام، ما تتنقليش غير لما ارجع لك. ليه؟ انت رايح فين؟ مشوار صغير. وهتسيبني مع حسن؟ لا ده انا رايح لحسن. ليلتي الدخله يا ليلتي الدخله، ساعة وسخنة ساعة وسخنة ساعة وسخنة، لقد تقشعت الغمة وهدأت أعصابي وتغليقت، كنت أظن أننا متشافين ولكن الكاميرات مغلقة. ممكن أفهم في إيه بالظبط؟ إيه التصرفات الغريبة اللي أنت بتعملها دي؟ أنت رحت فين وجيت منين يا مبروك؟ تشكر حبيبتي، عشان نبقى متفقين من أولها، عايز أقولك إن أنا عندي الهسهس. الهسهس؟ يعني إيه الهسهس؟ ده مرض أنا الوحيد اللي مصاب بيه في العالم. يعني هو المرض ده نشن عليك انت بالذات من دون الناس دي كلها؟ ايوه، هو دايما بيجي كده بنسبه واحد في الناس. من حظي الاسود.
بقولك يا مبروك، يعني هو المرض ده هو اللي بيخليك تتعصب كده وتجري كده وتخرج، وبعد شوية تيجي بتضحك وظريف وناسي كل حاجة. بالظبط كده. يعني انت دلوقتي كويس؟ الحمد لله حبيبتي، اطمني. يعني اغير الفستان وانا مطمنة؟ طبعا يا حبيبتي، خلاص. بحبك قوي يا مبروك. وانا كمان بحبك قوي يا تشكر. حبيبي مبروك. ليلة الدخلة يا ليلة الدخلة، أنا بحبك سخنة وسخنة. مش مصدقة. عجبكوا أكل مراتي حبيبتي اللي ربنا يخليها لي؟ الأكل طعمه حلو قوي يا مستشكر. ميرسي يا عيون مستشكر. بجد الأكل طعمه حلو قوي، تسلم إيدك يا مستشكر. يا حبيبتي إن شاء الله ألف هنا وشفا. وأنت إيه، الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ كويس، أو سد جوع. ولد ايه كده؟ طب جميلها دي لسه عروسه. سيبوا سيبوا يا مبروك، انا بكره اعمل لك اكله جديده وان شاء الله تعجبك. لا لا لا، فعلا حقيقي الاكل تحفه يا حبيبي. مطرح مصر يمري. مستشكر، ممكن تقبلي مننا الهديه المتواضعه دي؟ لا 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 لا، وريني كده يا حبيبتي. ايه ده، مش ممكن، ايه الحلاوة دي؟ دي دهب ولا فالصو؟ فالصو؟ لا دي بلاتين. البلاتين ده دهب؟ الظاهر كده. لا مش معقول، دي شكلها غالية قوي، دي بكام دي؟ في حد يجيب لحد هدية ويسأله على تمنها؟ لا 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 ما يصحش، انما انا فرحانة قوي يا ولاد، ميرسي. بصراحة لفتة جميلة، يعني متشكرين قوي. احنا اللي متشكرين قوي ان انتوا جيتوا وعشتوا معانا ومليتوا علينا البيت. اه يا حبيبتي، وهنفضل مالينه عليكم كده على طول. انتوا مش متصورين انتوا خليتوا حياتنا بقت عامله ازاي. كان زماننا طبعا بنعيط ولا عارفين نشرب ولا ناكل ولا حتى نستحمى. يا طماطم، مفكرين عايزه ابقى حميكي. في حاجه تانية يا مستر، احنا اتفقنا ان مرتب حضرتك يبقى في شركه الكمبيوتر 6000 جنيه. ايه الكلام ده؟ اتفقتوا ازاي على رقم زي ده؟ لا طبعا مش هينفع، مش موافق، مش موافق. ليه وانا هعمل ايه بال 6000 جنيه ديت؟ ده لو حد سمع كده يفتكر ان انا بقلبكم بس. عيب يا مستر، ما تقولش كده. تخيل مستر، الاستاذ عمر، عارف الاستاذ عمر؟ بياخد كام في الشهر؟ 3000 جنيه. بجد؟ ما بالك بقى حضرتك هتذاكر لطومي وطماطم كمان. ايوه بس كده كتير قوي. يا مستر، ده حضرتك هتبقى مدير الشركه، يعني على الاقل لازم تاخد دبل الاستاذ عمر. ده يا دوب. ايوه يا دوب يا اخويا. لا ايه هو ده، لا لا لا، هو ايه بتبعزقه كده؟ لا انا هاخد 4000 جنيه بس. 6000 جنيه خلاص، ما تكسفوش بقى يا مبروك، خلاص. 5000 يا في يا مستر بقى. لا يا ولاد ولا كلمه. موافقين كده تدبس العيال في 6000 جنيه؟ ايه مبروك، انت تستاهلهم يا مبروك، انت مستاهل بنفسك ولا ايه؟ مبروك، احنا طاقة الأدبس فتحت فينا يا مبروك. 6000 جنيه في الشهر وفيلا، لا اللي بيحصل ده فوق احلامي، فوق خيالي. اقول لك ايه، مش عايزين نحسد نفسنا، احنا نقول الحمد لله وخلاص. الحمد لله. عارفي مبروك، انا من بكره هروح اقدم استقالتي، بلا مدرسه بلا فقر. الفيلا دي محتاجاني والعيال محتاجين لي. انت لازم تذاكر للعيال، انا مش هبقى فاضي، هيبقى عندي الشركه. ما تشيلش هم. مبروك مبروك. نعم، في ايه؟ صباحية مباركة يا عم. الله يبارك فيك. 6000 جنيه في الشهر؟ ايوه يا عم. ايوه يا قر. مبروك. يا حبيبتي. هو ده حسن ولا الهوسوس؟ ما حسن هو الهوسوس. والله. طيب انا هطلع بقى اخد دوش لغاية لما النوبة تروح من عندك. لما تروحوا بقى اندهلي. اوعى تنام. مش هنام. الله يا ربنا يسعدك ويهنيكي ويديم عليكي النعمه اللي انت فيها يا تشكر يا بنت بطني. عارفه يا ماما، انا فرحانه قوي يا ماما. يا حبيبتي يا بنتي، الله يا ربنا يفرحك كمان وكمان. لا وعارفه ايه اكتر حاجه مفرحاني؟ اخواتي الصغيرين دول، كنزي حبيبه قلبي القمر العسل السكر دي، ولا زياد، اقول على زياد طيبه وانسانيه وذوق، ولا تومي وطماطم حبايب قلبي.
شايفه يا ماما؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهدى عصافير يا ربي، ربنا يديم عليكم يا رب الحب والموده اللي بينكم. بقول لك ايه، اسمعي الكلام وحطي حلقه في ودنك، صوابعك تأديهم العشره شمع لاخواتك دول. وعايزه اخلاقك يا حبيبتي تبقى في مستوى اخلاقهم، ما كانش احسن كمان. وبقول لك ايه، اوعي تعملي عروسه كده وتصحي المغربيه، لا انا عايزاك تصحي من نجمه، تغسلي غسيل اخواتك دول، تكولهم هدومهم، تطبخي لهم، تاكليهم يا حبيبتي. المهم بقى انك انت تفني حياتك كلها عشان اخواتك. طبعا يا ماما، دول في عينيا، وانا هلاقي عز منهم فين. مبروك مبروك يا دي القلق. نعم، 100 مره قلت لك ما تكلمنيش قدام الناس، خش الحمام او خش اوضتك. طب يا حبيبتي ماشي، هستأذن. معلش يا طنط، مضطر. اصل لا، يا الحمام يا اوضه النوم. لا انا هروح اوضه النوم احلى. هو جرى ايه؟ هو مضطر ايه بالظبط؟ بتلاقيه الهوس هوس. الهوس هوس.